أقول لكم صلاحية اليوم. صباح الله خير، أنا نازل متأخر عليه. هلا بس تغير سلندرات ما توجه. السلام عليكم. Good morning. ها وين؟ دبي بابا. دبي دبي كل يوم كل يوم دبي. من زمان ما رحت، احب اسبوع في 10 ايام مرتين ساير، يلا 7 ايام في دبي وثلاث ايام عندنا. منو هذا؟ انت هذا ساير دبي؟ يا الملاقه، اقول يا الملاقه انت ليه فيه؟ ها؟ هي شفتني في السناب تطري. زين وين الحبه؟ الحبه ويني؟ تصبر بيخلص لو يعود، عود من الكبار الكبار. لا لا صلاح اصبر تعال، وين لويه؟ والحبه وين؟ لا حبه من الكبار، من الكبار. ماري دعي ماري ماري ها حبه من الكبار خيبه. شيخ انت ابوي كلنا يسلم عليك، كلنا يسلم عليك، كلنا خدامك يا البرمه الريال منا والحرمه. شو تقول له؟ انا ادور بتغدى عندنا اليوم؟ السيد انا ما خبرتني انت شو بتغدى عندنا؟ شو تبى؟ شو قلت لهم؟ صالونه اول شرات الاول صالونه صالونه شو تبى؟ شو لازم ها؟ بصل شو يعني؟ صالونه بصل حيري انت ما يحبك على شو؟ دياي لحم سمك؟ لا شن عدى؟ يبقى صالونة شن عدى. زين يلا سوي، شو بتسوي لي انا؟ بتسوي رز رقاق. هي رقاق ويا مشاوى. يلا بسرعة يوعان خلص. اوكي اصبر ما انت بتدي تخبز قرني. ريال اليوم الساعة انا اول ما جيت تمي فاتن يقول انا بسير دبي بسير دبي بسير دبي كل بيرس دبي وما بي الا على هواي وكل باغم ويفاتن ما ادري شو ياك تغير هالريال شو ياك صلاح طالع على زين ليش كل تفاتن الحين انت؟ تعال تعال الدالي تعال الدالي الدالي ضك بس ليش زعلان انت؟ ليش كل زعلان؟ تعال لا حدا ولا حدا يلا يهيب ببعث ما يلا صد هناك كل العرب يقول وين صلاح وين صلاح كله ساكن في دبي ساكن في دبي ما نقول من دبي لا تحرر الناس ما تدري العرب ها شو هذا بعد ماكل حوار صلاح تتحرر العرب ما تدري بك انك دبي لا أمة لا اله الا الله كرم يضربك انك في دبي امين 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 شو يعني الحين هذا جايبه ترمس انت مشتل من عندها جاي عندي حتى ساكته ما بتخبرني شو سويت في دبي شو كلت وين صرت تجينا علومك يمي علواد يصورونك ليش تصوروا يا حريب؟ امانه لا لا والله هاي الحرمه اللي في المسرح صورت عداله عياله بابا ماذا ريال معاه حرمه اسم عليه عداله سلم عليك الرياله كان صورت ويا الحرمه اي اي حرام ما انا اقول هي اللي قالت؟ ايه عندها راي؟ ايه انت قول لي هلا جاوب تبلش عليها دمين خبر انت ليه صراحه؟ عندها بنت زعب ايه بتصير تايلاند ايه نسيت ما نسيت ان شاء الله خلاص حب الحينة انت قاعد تقول حساب ثاني وحساب زين ودي علي المصري ويانا لما نودي الحين في مصر شيء اثنين ايه؟ شيء محسن ايه؟ وعلي المصري ايه؟ محسن هذا خليويسه ايه؟ تبى نشل اثنين علي المصري محسن ايه؟ ولا نشل بس محسن ولا تبى علي اثنين اثنين شو تبى ما اعرف بابا انت حتى ما علي ما علي نشل علي المصري ولا محسن بس اثنين محسن؟ محسن عرفته محسن؟ ايه كيف شكله؟ مسد؟ في يوم في مصر؟ ايه هو هذا مودي ويانا؟ ايه
ترى صلاح ابوي يبي يودي محسن يبي يودي علي وانا والدريود بيشلنا ابوي اربع تنفار ترى كل من كيس فلوس من عندك وين لا من اللي في البنك اللي بالبنك البنك بي متضايق على يم من كثر البيزات اظهرهن وين دي ليه بنسير البنك بنقول لهم يعطونا بيزات بنسير بصلاح بنك خوف بيني خوف لا ما بالبنك هذا صغيرون هذا في بهانس مالك لا هناك وين هل بالقصر بيزاتك كلهن هناك انت كلنا ابو بيزات نطارا الا انت هل بالقصر حافظين بيزاتك جزاهم الله خير يلا بنار بسخلاف بقول له يحيو بسير اصور هذا بصور كبر خبز يلا تقول الحين شو؟ هذا بانكوك ايه؟ تبان اودي محسن وعلي ايه؟ نودي دري ولا ما نودي؟ دري تبان تلو لا؟ اسد نودي محسن مكان اسد؟ بدل بتبدل انزين ان شاء الله بودي محسن وعلي ايه؟ اكيد؟ ايه؟ تبكر على متى تبسير؟ متى؟ ها؟ سهر شو؟ سهر شو؟ لا أول على الأنسة أول هي آخر الشهر ايه؟ انزي بنسير أبوي عند هل بالقصر بقولهم أبوي صلاح عازمنا نحن ثلاث أنفار انزين وهناك كل شيء ترى على حسابك ما في مشكلة كريم أنت يا صلاح كريم أبوي خاف أشوف راسل ما يخاف أنا شوف حلو ماله إنه ماله تريد حسن انزين ما عليه انت ما تبي تودي اسد ايه بتودي اسد شوف انت ما يصير الحين شل قوم كامل قام قوم كامله شوف تبي الحين اسد ولا محسن علي يونا من مصر لا يديني يونا المطار ونشتلنا وانت تلاقى بيان في المطار ويركبون ويانا كالعاده انا وانت من قدام وهم ورا شو رايك اكيد وبيزات عليك كل شيء على حسابك كريم يا صلاح ما تقصر شكرا شكرا صلاح اهلين وسهلين وكريم ابويا ابوك احمد بن عبد الله الخالدي وامك عوش بنت سعيد القبيسي وين بتيب الكرم ابوي مخول ومعمم يعني الله يغفر لهم ان شاء الله ويغفر الأمة محمد اجمعين ويحفظ ان شاء الله المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بارك الله فيكم احنا تريا عاد يوعان كل ياسر مسوياكم اقصر الدوب تريا بس خبز هذا وعاء شو صارت من الصبح شو متريج انت اليوم لو هذا ما بتيست تتقر هالكثر حفظكم الحين هو الخلطات كم نمونة بتسوي لي بيسوي لي ثلاث قروس هذا شو الحين هذا في بيشاوة سوري هذا في شباب وفلفل اسود وشويه ملح وبيض بس هي شبت وفلفل شبت. احمر وفلفل اسود وشويه ملح وشويه مليحه شبت زياده ها أيوة. زين يلا اول حط هذا اول قرص هذا القرص الاول هذا القرص الاول اخر شيء عادي يحط شويه دهينها بعد بالخوصه ريحه دهينه انا الله تعب الرجيم عاد ما بحمر عمري هذا ترى طحين بر ايوه يا حبيب يا سلام ها يلا هذا القرص الأولي القرص الأولي ها ببتدي أكل منه اليوم تحديعتي غير نمونة
اقول هذا كان فيه الشبت، شو شبت وفلفل احمر، شو حفيظ شو شبت فلفل احمر وفلفل اسود شويه ملح ومليحه ودهنه طيبه بس ما شيء غيره، هو فلفل احمر وشبت وفلفل اسود وملح بس وطحين بر ها تبقى شو عده الحين هذا انا اللي فوق الفلافيس كشوها على حين شو بتسوي حينه؟ جبن جبن ويا مشاوى وبيض ولا؟ جبن وبيض ومشاوى هذا روحه من قير. يلا عجزتني هاي بيضة المجموع كلهم بيضتين. هذا الحين ترى من الجبن اللي ميوب امسات من جورجيا بس حفيت بس عاده ايوه انا ترى ما احب شويه مشاوي احب شويه زياده خففين الدم ايش قال حق قرص هذا حمر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام كان من ضحك الله العظيم جنه لازمي شو صلاح سؤالك هذا خلف يعني معناه تعطوني تبه ها اعطيني مثل هذا خذ الناس يبدأ منك بلا محار هيه جيبه هذا حين القرص الله يسلم شو في حفيظ هذا؟ في مشاوى في جبل وفي بيض جيد بارك الله فيك شكرا وهذا حبة تحطه بس الطريقة الأصلية الأولية مشاوى ودهنة زين شكرا يا حبيب صلاح فنان؟ ما سمعت زين وايد ولا شوية؟ زين ليش؟ ترى ابوي لا تحروني وترى شو اسمه بر الدهن يوم تفور على التاوى ويا المشاوى شو ريحته تغدي اوه يا سلام سلم يلا 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 عيد القرص يوم ناضي حافي ود هذا حق صلاح ترى صراحة أعطيه قايس عليه لأنه متريج هذا الجبن مال جورجيا طاش قايل يتمايط تحرى اللي يستوي في الكنافة جبن ولا بيض؟ جبن ولا بيض؟ بيض 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 بيضة وحدة وحط شوية دهن عليها حافظ عليك قرص المشاوى ما زين طعاد في زود مضوي خليه حمر غبي الفنان منو حقه؟ هذا عبر صالح اي شيخ انت ابوي شيخ كلني اخدمك عفوا يا صالح تعرفني لو بصير هناك خيمه؟ هني في المطبخ؟ ما تدري يسموك قطو المطابخ بعد منوبة يخف ولا منوبة ينقص وزنه؟ من نصبح لنا مسبوي إلا هيلة بيس ملايم كل من أصبحنا يوم ثاني قلنا أبوي باكر إن شاء ربنا بنبتدر باكر بنخف ورا باكر بنودع وما شي فائدة اللهم ادمها نعمة خذها من الزوال لكن الحمد لله العشاء عشاي شي بسيط يعني ضويطي روبة وريوقي ساعة والله خمخم بعد رويحة بعد يوزري شو بسوي بن ادم بعد شرت اكل وشرب وما اكل وشرب بيهلك كيف بسوي والله شو بقول لكم هاي مصيبه صباحكم خير ونور وسرور صباحكم رحمه من رب غفور يا الله يبارك فيكم عندي شغيل شويه في اتصالات بخلص من اتصالات بصير عندي بعد شغيل الله يحفظكم في المحكمة
محكمة وبخلص وخلاف عندي شغلة في مستشفى بارتي، واللي عقب عاده البرنامج هذا خبركم عن برنامجي وين بسير بي زين. وآخر شيء اللي هو العصر عقب صلاة العصر عرس رميتات اللي في ميلس المشرف إن شاء الله. أحب أحط الكرت مرة ثانية أذكر لمدعايين ونسو ترى مسوين العرس، السبب شو مسوينه في نص الأسبوع إلا عن حديث علث يقول أبوي نحن آخر الأسبوع نسير البحر ولا نسير البر ولا نسير دبي ولا شرق ولا غرب، ما لكم عذر لأن حب العرب يتعلث، هو ما بموضوع يتعلث يصدف إن الخميس واليوم عقب يوم أسبوع كامل من الدوامات والأشغال الناس تفر بالروح العزيز، الناس تبى تسير تفري عن عمارها، فلذلك اللي يسير البحر واللي يسير البر واللي يسير شرق واللي يسير غرب واللي يسير العين واللي يسير عمان واللي يسير البريمي يا الله البريمي انزين ما حد ييلس هالبلاد، فلذلك يعني حتى لي من دبي يظهرون من دبي، حد يجيب وضبي، حد يسير عمان، حد يسير حتى، حد يسير العين، والدنيا مطرجة، هذا نظام الكون، هذا نظام الكون، فلذلك اختاروا وتنقوا اليوم اللي هو يوم الثلاثة لجل العرب توصهم، الناس ما سووا إشهار الزواج إلا عسب الناس تيهم ووصلتكم الدعوة عساس أنكم تلبونها. أقولكم دهر كامل اسمه اتصالات، ما كانت اتصالات يسمونها أمرتل، في خاطري أعرف كان حد عنده والله الجواب يخبرني ليش قبل يسمونها أمرتل وخلاف خلفوا اسمها من أمرتل إلى اتصالات، شو السبب شو معنى كلمة أمرتل وليش كان اسمها أمرتل وشو السبب إن يسموها خلفوها باسم اتصالات، في سبب معين برجاء الإفادة من هل بالاتصالات. بارك الله فيكم، أنا على وشك أني أخلص في خلال إن شاء الله دقيقتين من الاتصالات، ما قصروا وحين الحبيب هذا المندوب يتريع. ها وين تبغى نسير؟ Where are we going to go؟ To the court. إيه كوت يعني محكمة. بعد إنزين. Why? Because we need to get the payment. Payment from one company. From two company. Two company. They took what they took our things and they didn't pay. إيه ماخذين أبو سامة من عندنا من عند الشركة هاي اللي صغيرون اللي أنا مسوينها شركة والله اللي ما حصلنا فايل وراها لين اليوم يعني ما خسرنا لكن ما استفدنا من متى حين مفتوحة لكن. ما حصلنا فايدة لين الحين والحبيب أبوي بتلاوتين على هالمندوب. How much money? 77,000 then 15,000. إيه شركة ما أخذ سامان بسبب 70 وشركة ما أخذ سامان وما رد. الحين قالوا له الشرطة تسرب ويرفع قضية عليهم وحين طالبيني أنا أسير أوقع لهم عند التوكيل كان قالوا لا ما يستوي. Go set إن شاء الله I will finish and we'll go. Thank you. شعارهم الجديد. This is the new logo. هذا الشعار الجديد مال اتصالات. والاتصالات ولا أرويتكم إياه. سبحان الله. يا أخي الدنيا كلها تطور وكلها فضل ونعم، نحن عايشين في نعمة وعايشين في خير. ما يحس به إلا اللي فاقدنه. مثل هاي يقول لك صحته تاج على رأس الأصحاء. لا يعرفها أو ما يدري شو من ناكي إلا فاقدها أو اللي ما بصاحي يعني شيء لها معنى غير لكن ما أدري بشو تركب فيه، أو أن الإنسان الصاحي ما يحس بجيمة صحاته إلا يوم يا ربي كنا أوكي قبل ما علي. فهمت القصد. شكرا. اسمك أنت؟ نيم باتمان ما شاء الله باتمان. أنت نمبر ون، يعرف ليش؟ بعطيك بخيش ما عليه خلي ولي ليه؟ لأن حمام ماجد نظيف نمبر ون، شغل مالك تواجد زين بتحصل بهانس، ما في زين نفر ما يعطي بخيش، أنت نمبر ون زين؟ say thank you for your أرباب، أرباب مال أبوي شكرا أبوي هالرجال وايد زين، منظف الحمام رقم واحد، شكرا. باتمان مبسوط؟ هابي؟ نمبر ون؟ على طول يوم نفر يجي يشوف حمام نظيف بيعطونك، حمام ما في نظيف ما بيحكم حم لازم حمام نظيف. يلا بارك الله فيك زين شكرا. حليل شوفوا حد من العمال اللي يشتغلون في ما بحب التنظيف
يجلس يحوص بس عند المغسلة ويخلي الحمامات كلها خايسة. فلذلك يعني أساس يستعطف اللي يصير ويجي يوقف بس عند الباب وتلقط الحمام، الحمام من داخل الله عزم السامعين هم خايسات مع المرافق العامة. فأنا من أشوف هاي طبيعة فيه حتى في أي دولة في أي بلاد أسير، من أدخل حمامات أشوف حمامات خلايا دخلت لقيت إنهم انضاف، اللي ينظف بهنسته، وإذا ما بنضاف أرضي ما أعطيه، شرخية ما أعطيه، بيز حمرة يحجبها عين ما أعطيه. اللي أقصده بالحواصة هذه يعني يستعطف الناس، يستعطف الناس إنه يعني فقير ويازم مبخي خطر عليه يصيح، من تشوفه حتى قلبك يعورك عليه. غير هو سلام عليك مطوع، عيد مبارك، كيف حالك؟ أستر ماشي؟ الحمد لله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. اللي ما يرحم عمره العرب الناس ما ترحمه، فلازم أنت تأدي وظيفك زين العرب بساعدك. ما أدري أظن المقصود من رمستي أنكم فهمتوا اللي أنا أبي تشجيع على الخدمة الزينة، الخدمة الصح. يعني هبيلس بس اللي خاري يطلب وهو مخلي المكان لايط، يلا بس عادة برايكم. هاي حياة شيخه بنت حمد بن خلفان بن معضد المري، قيضة البراحة، عاد العرب يقولوا لها والله انت داس عريشك عن العرب. ردت عليهم بقصيدة تقول: قلت المثل من طيب هايوس، نظما معرب في معانيه، يا ناس هذا هو مدسوس، ظاهرا وكل الناس تلفيه، يسكن فضا ويدور الروس، والضيف لمن يا يلاقيه، لو باست العربان ما يبوس، والدين رب العرش يوفيه، ويعلى الدهر ما يرد بنحوس، إلا اليسر والخير تاليه، عربان عقب العيد بتغوص، واليك بتغلى مشاريه، بيضرب التجار ناموس، والجوهري من الهند بييه، ما يشتريه اللي معسوس، غير الذي ما له يزكيه، لا تفرحون بكثر الفلوس، العمر ساعة عند واليه، على النبي صلوا يا ليلوس، شفيعنا في الحشر نرجيه. ما اسمعك عاد هنا يا مرحبا بعد قمش وطرم انا حسيت ترى يا ريت عارف بديت محمد خلونا بديت روحك بس نعالج وبعدين نفرغ لكم لا عليك بديت روحك الله يحفظك يا واخا العرب كلها يبون يعرفون هالرجال منو بس خلاص قول لهم هذا ريال بوي من هالبدين الزايد من الاوليين من الاوليين وريحه الطيبين ريحه الطيبين ما عرفوك انت منو ها يمع سعيد القبيسي الله يلا 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 الله يطول بعمرك ان شاء الله الله يرحم ابوك الله يطول بعمرك يغفر له الله يا رب بديت الحرب تدرون عاد من ابوه أبو سعيد القبيسي على الله يحفظكم يخطف بيوت القبيسات في الفريج كامل ما حد يضحي الصبح إلا على حسه لأن أبوك كان كل هالعرب جليل اللي عارف يذبح إنزين فمنو يجي يحلل الذبيحة يحلل وهل البيت هم اللي يقصبون حياة سعد حياة سعد هي الأول يوم نحن يا حال يحلل الضحية من يذبحها ودرها نشوا عاد هل البيت روح معلقوها بطرف الدرج وصلخوها روحهم وقطعوها لكن لازم حياة أبوك ولي يذبح سبحانك يا ربي على هالجنة عسلت يوم حتى فرحت يوم شفت شو تاني سبوي شي عاد بنك باركي والله بديتك أنا يا دعالج مثال لعيون قسم لعيون عيونك فنانة لا خلينا بديتك بعد الناس يرحمون ويرحمون يوم يشوفون تحط الكحل ولا هذا قال لك ها الله أكبر عليك هل عيون البيضامية كلوها بالله عليك أكلهم عديد العين بسم الله عليك وحين بربك بخير والله الحمد لله أنت أبوي وصلت بر الأمان ما حد يستشفى باردين اللهم لك الحمد والشكر نعم والله العظيم اقول لكم محمد انا كنت قبل اعاني صراحه هي هي. لكن الان لقيت من فتره من اسبوعين منو راجعت اي دكتوره؟ الدكتوره غاده زينها؟ سبحان الله هاي عند الله اكيد اول شيء كله أيوة. قبل اسباب 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 الدكتوره غاده كانت هي احد الاسباب احد الاسباب سبب الاسباب ترى
علاج واحد الحمد لله. الحمد لله. الله يعافيك ويعافيك ويطرح البركة في ذريتك ويخليك يا ابوك بتشيكل. الله يرحمه. سلم على الدكتور عمر وسلم على اخوانك كلهم الصغار قبل الكبار، ما حتى المصغير كلهم ديناصورات كبار. سلم الله يحفظك. مع السلامة حبيبي. هناك هو محمد حسان سلام عليك ما شاء الله. دكتور حسان كيف حالك؟ الله يسلمك يا رب. واخوي خلف مبسوط ويشكرك على العمليه. الله يبسطكم يا رب. انت انت مال جراحه الفك؟ جراحه الفك وجراحه الاسنان. ما شاء الله عليك. اخوي خلف مسكين كان يعاني معاناه مسكين، كم من سنه بلي فك ما ادري وين صار فكه، ذاب الاول فيه فك وذاب. حاضرين حاضرين نحن لكل شيء. مشكور دكتور جزاك الله خير. اهلا وسهلا دكتور. شكرا. الدكتور هذا انا جيت وقابلته كلمت الاداره شيء طبيعي، كلمت عمران المدير مالهم وخبرت قلت ابوي البني بأخوي صلاح على اساس صلاح ترى شفته يوم ساعه بلية دروس، هذا الفتش فتش صلاح بلية عمور عمور ماله، فيمكن الدكتور هذا يقدر يفحص الفتش صلاح واذا يروم يسوي له صوري برايك انزين. فاذا يروم انه يسوي له هو سوى حق اخوي خلق ونجحت، لازم ان يجيب صلاح ويكشف عليه وعلى ضوءه يقرر اذا يروم لو ما يروم. بس رمسنا قوم عمران المدير وما قصر، احنا بصور عمران ما طاع زيق تروع ابوي من الجماعه اللي هناك عنده في البيت. يا الله يحفظكم. انا خلصت مقابلتي ويا الدكتور شفته وقابلته ونصحني عن صلاح قال لازم اني اجيبه، وانا بظهر جتني اخبار ان شخصيه موجوده في المستشفى لا بد اني انا اكون سباق اني احصل الاجر والقط الاجر او من عند الله بسبب زيارتي للشخصيه هذه. الشخصيه هاي على الله يحفظكم الشيخ المستشار علي الهاشمي، مستشار في الشؤون الدينيه في شؤون الرئاسه، وكلكم تعرفونه من على المنابر خطب الجمعه والاعياد والمناسبات، وكان الصديق وصديق حياة الشيخ زايد يعليه الجنة. الحمد لله على السلامة مولانا. كيف حالك شيخ؟ كيف انت؟ خطاك الشر كل هالعرب ابوي تخبر عنك وكل الناس تبه تطمن عليك، انت شخصية تهم المجتمع كامل، يسد ربعك الطويلة ويا حياة الشيخ زايد يعليه الجنة وأولاده الكرام. الحمد لله الحمد لله، العالم كله بتبقى تطمن عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى يشافينا ويشافيكم ويعافينا ويعافيكم، حضور أمثالكم هو هذا جزء من الشفاء. اللهم لك الحمد. بل هو الشفاء. اللهم لك الحمد. يعني الله يعافيك بإخوانك وليس بنفسك. الحمد لله بيد الوحدة ما صفك. نعم جزاك الله خير. حفظك الله يسلمك. الشيخ قبل شوي قلت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي. هي نعم. يقول يا عبدي ما زرتني، قال كيف أزورك يا رب؟ قال إن عبدي فلان مر فلو زرته لوجدتني عنده. سبحان الله. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأراد لهم السعادة، وإحنا في البلد ولله الحمد اللهم لك الحمد تتميز بالسعادة ولله. اللهم لك الحمد. تفضل سلمك الله قادتها وموجهيها، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب السعادة للإنسان لكل إنسان، لأن هذه هي غاية العبادة وإرادة الله سبحانه وتعالى من خلقه، ما يريد لهم إلا هذه العبادة الطيبة اللي تحببهم في بعض وتسعدهم وتجعلهم دائما وأبدا. إزاك الله ألف خير وألف لا بأس عليك وخطاك الشر، وإن شاء الله أنك بخير وبتكون في رجاء خير مدام الناس كلها تسير وتي عليك أنت بخير، لأنك شخصية محبوبة ولك تأثير من أول الزمان. وين تلايا تعالى أن ينفعنا بما تعلمنا الحمد لله، وأن يجعلنا من العاملين بإصدار لقول الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. جزاك الله خير. ألف لا بأس عليك. ألف لا بأس عليك شيخي الكريم. الله يحفظك ويبارك فيك على هذا اللقاء. الله يسلمك ويطول بعمرك.
مولانا ايش قايل تبارك بالنواصي والاقدام. انا ظاهر شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله يا غير استوى ابدا قدت حجرك يا غير قرقور من كل اسمكه فيها من كل اسمكه يعني الله يرزقكم ان شاء الله. بدات الله مع السلامه شباب الف لا باس عليكم. الله يبارك اني ترشيتي خليني اصور ما طاب. على العموم مشكور يا ابو محمد جزاك الله خير ما قصرت والله يا ابوك اني اتبعه انه ما بطايع. الحين انت تعرفني بالله عليك؟ انا القبيسي انا. انت القبيسي والله والنعم. من هو من القبيس هاي؟ القبيس انت من هامل خادر الرهيب. والله والنعم. حياه هامل شي خصك؟ حميه. والله عليك. وعلي. ايوه. ولدي حميد حميد ولدي حميد. ايه الله يحفظك. وانت ايش قال عرف من الحس؟ حسي حلو. حسي حلو؟ انا بكبري حلو. يا الله يحفظك لا خليت يا الله يسلمك. بارك الله فيه عمران الخوري يا الله يحفظه ما شاء الله عليه ما يقصر في حد. من خبرته عن صلاح والله يبكم ركض وزقر الدكتور وقال له هلكيت هلكيت قال ابدا يجيبوا صلاح برسم الخدمه وبنشيك على فتوشه. انطلع يبال عملي والعلاج والروم له بنسوي له وين ما رمنا له ترى بنترخص بنقول لكم انه يعني ما بنروم ما له علاج عندنا. انا وديت ثلاث اربع اماكن حق الفتشه هذا متاكل فقالوا قالوا انه ما يرمون يسوون له عمليه. فنحن الحين اخر حد نشاور الاستشاري هذا اللي عندهم كلن يصيحه يا غير قد بنير بنحن. جزاه الله خير والحمد لله ما قصر ابو محمد ويشكر على الموضوع هذا بارك الله فيك. هو ما بدكتور جراح استشاري جراح من الكبار واخر عمليه سواها امسات حق اخوي خلف والحمد لله اللهم لك الحمد أموره طيبة. يلا عبنا نرمس خلاف الحين ما بارو مرمس هب ما بارو مرمس بتغدى وعلى أساس بسير العرس وما بارو ما وصل لين داخل أبوظبي أسير لين محمد بن زايد وارد ياي لأني أبطيت عندهم في بارجين لين خلص هالريال من عمليات كان عنده وظهر ورمسته وكلمت عن صلاح كان قال لي كان من المفروض تيبه عاد انا ما جبته قال لي ازيد يبقى تبي يجيب لك اياه الاسبوع الجاي ترى طاعي قر صلاح بيموت على دبي تو مكتشف دبي هو. مرحبا ابو عثمان مرحبا ابو عثمان قرب 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 مرحبا 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 كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك من جيت العرس تقريبا الحين من اكثر من ربع ساعه يا غير زابن البقع هيك ها عقب كداس رامست وحده اللي على البحر والدرور والحمسه والشيري غير شو بقول لكم؟ لك شيء وشيء هذا ابوي المعرس وابوه وعمه وابو العروس كلهم ابوي ما شاء الله وهذا ها تبارك الرحمن ما يبغى رمسه ما بالحاضر مدح هذا المعرس على الله يبارك فيه رحمه وبركه هذا خلفان من غير اللي وايهون الحين هذا ابو العروس هذا المعرس بين عم وخال كل دم ولحم كل مهليه هالبحر هالبحر المعاياه عندهم ما توجف وقت عرس وقت عزة وقت فرح وقت حزن كلها بويها معاياه عندهم ترى هالبحر Thank you.
لا لا بسم الله عليك انت من هذاك انت لا 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 هذاك عنبو لا فارق ابوي ما يستوي كل شيء ولا شيء تبعد هذاك غير هذاك غير وانت غير بارك الله فيك انت فنان انت شكليتي هذاك يوم قلنا غراب تعالوا يسمونه هذاك بعد ترى اخو ربينا الحين زعلان علي اي والله ناقبني نقمه ما شي كبرها هذا هذا منو ريان شو اسمك انت ابوي كلفن بن منو اي يعني هالولد ريال حلو هذا ابوك كيف حالك بلا لو خذ بعد متى وصلت شبك؟ محمد زركو ما شاء الله تعال يا ابو جاسم ما شاء الله انت محمد بن زعل ها؟ ايه بلاك فاتن ايه هذا مني مني خمير ايه حاضر السلام عليك مرحبا وين انت ابويا؟ عليك السلام ورحمة الله شحالك لا خليت منك؟ الله يسلمك يا ربي انت بنا يرسع الحين ما تلاقى الا شاف في حزن لو فرح شو نسوي الحمد لله على كل حال يعني ابوي بالله هاي الحياة شو نسوي؟ لكن انتم ما كنت عزمونا اهلالي عزمونا عندكم ابوي انا ما عزم في بيت خيري انا اروم عزم في بيت من هذا من هذا الله يحفظك من هذا المنبر مالك هي من هذا من هذا اهلال القبيسي هي يتفضل ب يعزمنا ولا يعزمنا انزين ايش عليه ولا يعزمنا ايه؟ في شوي هات ولا ايه؟ نعزمه في الهرميه مره ما شي خلاف الحين هو ياس يتابع اكيد استنى باي استنى ولا عزمنا في القبه مروح هناك ايه؟ شوف الحين هذا شوف هذا الحين انا قلت يعني افداك الحين انا قلت انه هذا موسم العنفوز هل انا صبت الهدف لو لا اكيد 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 ابو محمد هذا موسم العنفوز موسم يا ريال كل السحم القاعيه الحين الموسم ايوه سفل ابويها كلها ابوي هالبحر كلها انا واخذه الحمد لله السلام ابوي كيف انت كلها ابوي هلا شو كلها من واخذه كلها من واخذه نواخذ كبار بعد ما بدنا واخذه عاديه الله يحفظك سلم الله وين سالم عثمان يا سلطان من حسن ويروح وحب السيرة اي بس انتم جايين اي والله اقول انت فرديه وغير هذا المطايق عثمان صديق قديم صديق طفولة الله يخليك محمد شحالك ابو عثمان الحمد لله بخير شو عيوزك وهل الحمد لله كنا بخير الحمد لله الحمد لله دامك في ريولك صح وتصير وتي هذا روح انجاز جزاك الله خير ان شاء الله الله يحفظك سلم على الحياه سلم على سلام لي ربنا خلاص اقول لكم العرس ابوي كله نواخذه تحس ان عرس كانك جالس في نص قبه كانك في محمل محمل والعرس كان في نص بحر كلها العرب ابويها اللي موجوده هالبحر ما حد راعي بر لين الحين راعي بر ما حد منهم مفروض كل منكم يتاكد كل هاللي تشوفونهم
نواخذه ما بحريه ولا بيزوى، كلهم نواخذه، كل هالفرجال اللي ابو ظبي يعرف، ابو ظبي يعرف ان هاي اللي انا ارمس عنهم كلهم نواخذه، نواخذ كبار هالخشب من استوت الدنيا، هاب نواخذه توهم متنوخذين، لا هاي نواخذه مخلط عليهم الشغل هذا، خاصة عقب كداس من هناك الطرف اللي عالي يفوق قب الصباح، ها كلهم ابوي تحس انهم يعرفون كل كبير وصغير في البحور. يا سأصور يا أبوك هذا يا رب البيت والحرم كم سنة الحين؟ في العشر سنة؟ متى عشر؟ أنا متعدي بك يا في مدينة زايد 40 سنة. هي نعم والله من 40 سنة عديبة. ها مرشد؟ هي نعم مرشد. خيط سويدي؟ يا سلام يا عليس قيوم كان يا مكمل فيزر على هاك الكرسي، نفع العرب كلها يا على الله يحفظه. الله يسلمك. اي نعم جزاه الله خير. شهاده العدس فيها. جزاك الله خير، جزاك الله خير، يطول بعمرك يحفظك. خيت سويدي كان مدير الجوازات في ابو ظبي. وما شاء الله من الشباب اللي يوم تديروا هالمكان يعني نفعوا العرب كلهم. ما خلوا حد ما يرد حد، ما تدرد حد بخيت خيت السويدي، ما تدرد حد يا يعني الله يطول بعمره. الله مبارك اللي في صحته وعافيته وعياله ورزقه. هذا بعد محمد بن غرير، هذا محمد غرير رميتي بعد من مدير الجوازات، بعد مدير كذا تدير على الجوازات وكبرها يمكن اظني 10 سنين 12 سنة، بعد من اللي نفعوا العرب كلها. وهذا كان مدير مكتبه هذا الرجال، هذا عقب دار سوى مدير مكتب حد من هالكبار اللي فوق، عاد من على السلطات العليا ما رو مطري ما في حد يفتن علي. جوازات بكبرى جاية، هذا عاد المدير الحالي مال الجوازات، هذا ابو عبد الله المدير سلام عليكم. شحالك ابو عبد الله؟ كيف انت؟ كيف حالك؟ يا صدق نصلك يا ابو. الله كيف حالكم؟ كيف انتم؟ الله كيف حالكم؟ شحالك ابوي؟ كيف انت؟ منو انت الحين؟ سيف الزايد. والله والنعم. انت ابوي سيد مصباح. والله مليون مرحبا. ايش حالك؟ ما ذكرت عنه؟ الحين لا.
ايام قله زايد. يا رب البيع ايام قله زايد. قله دام اليوم. قله دام قله دام. الله يخليك ان شاء الله. الله يسلمك. الله يعطيك البركه. الله يسلمك. بارك الله فيك ان شاء الله. زعل خف على عمرك من الحلوة أبوي خف على عمرك خف على عمرك أقول لك من الحلوة يا جماعة الخير ترى أبوي أنا يتنا هزبة من هالريال نأخذه الهزبة قال أبوي ليش عقيت البسار لمسي أنا أهم البسار ظل لا لا هذا أفضل ها لا أفضل هذا بسار من أحسن الدراسة والله أنا ما أعرف ليش عقيت أنا قهرت اللي صار عمرك سمعتوا بالشاعر بن زنيد يقولون بن زنيد محمد بن عيد بن زنيد الشاعر الأولي أكثر أغناه أكثر قصيدة متغنب هنا جابر جاسم زين حاضر تقول الحين يعني غلط لأن سويته جوكم علي إيه المفروض أنا تمسير شهر ما يودولك لا إله إلا الله أقول له أسبوع هذا أبوي بعزم بسير دبي تقول يوم تليفون قال أبوي بنسير وقعت إن في وزل بنسير حدا الحوين بنسير حالة بنقير بنتغدى وبنتعشى منك يمكن أمر خبر ولا شيء لا إلا قالوا لا تخبر لا هني مو شغل أنا لا 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 مو شغل من الشيء هذا مو شغل أنا لا 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 حالة الرجال لا ممنوع لا كله ولا كم يودون في الزبود ها يودون في الزبود لا 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 فوق عالي ماشي على فهمك انت قادك على الريال اللي توه خطف ريال يمشي ولده قدامه ما يوزن لازم الليل هذا شو انت قاعد شو الحل الحين شو العرف يقول العرف يقول انه ريال قدام الابو قدام والولد ورا اه والحين وليش من انا حسبنا العكس ايوه ولد يمشي قدام والابو ينق ورا اي والله لو انا لو اقبض الولد من ضبعه والله كم اي والله واش خطا عصا يباله يعني مجدم ابوه مليار مرحبا يا مرحبا ابو دبل عري يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا اخ عزيز وغالي علي على الله يحفظك فيك من ريحة ابوك خلفاني على هالجنة ترايك العافية تياورنا عندكم سنين الله 100 سنة العناب يا لدينا صوت 25 اكثر يلمع يلمع انا الريال يلمع الريال المع بالليتات يقول لك يا ذا اللي هو يا جماعة ترى الريال يلمع ما اعرف ليش هل هو رايح تايلاند ولا شو شيء مسوي صيانة حقه ما ادري ارضى الله ما شاء الله ما شاء الله ارضى الله من نورها من نور ارضى الله وارضى الوالدين كل ما تسجد ما شاء الله عليك سلم على الاهل خليك الله يسلم سلامي للجميع يا اخوان الله يسلمك يقولك بد بالعري شو تشوف الحين الميالس هذه مثل ميلس البطين وميلس انا دائما يوم ادخل ميلس ادعي حق الشيخ محمد صراحه الله يطول بعمره الله يطول عمره ما قصر صراحه جمعت الناس وعادتنا التراث والتقاليد الجاهزه هذا شيء ممتاز اللهم لك الحمد هذه المشكور يا ابو خالد من القلب للعين والعين للقلب جزاك الله خير جزاه الله نعم جزاه الله خير لو هذا مشروعه هو مشروع ناجح يقول يازن هو اللي ناشر اولاد شروه الرطب له بن خالي راعي الهوى ما يازن ما يازن تغدى على شيء ايوه مثل هنا خذها السلام عليكم كيف حالك؟ كيف انا قلت لهم ابوي الميلس اليوم منزور كلنا واخذه كلنا واخذه زين الحين رميذات رميذات اللي انت ناخذه ناخذها وعلى حله من عقب ما ماشي طال الله يحفظك طال عمرك بيسات ورميذات كلهم واخذ اي الناس كلها خير وبركه يا غير عاد رميذات والبيسات الا شوي التناخيذه فيهم ولهم على الله يحفظك الحين الجماعة ما عرفوا انت الريال منو ناخذه؟ طال عمرك ثاني بن غانم والنعم الله ينعم عليك تبع اليار ولا تبع الشو؟ لا شراعية شراعية نعم بس شو اخر معتذرين ويا زعل ويا زعلنا؟ اي نعم
زاد الله بيش الخير. من خلاص. ما حد من عدمنة رابع زعل أنت والشر أربعة. آه خلاص. يبنجر الرجال يبنجر. اعتزلنا وياك. إن شاء الله يبوك عيال ما يشابهونه. أنا سنع السيف الحين. ما رح. أقول اعتزلنا وياك الحين. مو الرجال هذا. انا الحين شي مهرك كنت تتبع السوق انا الحين طال عمرك في نادي ثلاث مباريات اي لكن كنت تاخذون وقت تناخذون وقت اليوم لا شراعيه شراعيه بس اي ما بالكم لا ما بالكم هي اليرمه ما الفرحه اليار عند زعاب وهل فجير وهل المقيوين وهل دبي ما شاء الله عليهم فرق كامل وهالإيمان وهالشارجة وهالرأس الخيمة منك الله يحفظك أبو التسجيل اللي قبل خطف خطفته خطف الرجال سلم عليكم ما شي فايدة الحين عيالك ضروري خبروني بساميهم سيف ما سمعت سيف ثاني ايه وانت ابوي والله والنعم ابن عاشر ما يقول لك والله والنعم 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 يقول لك شو الرمسه اللي عن لاحم وسقت الماي وذبرت وقراح وصكت الماي العاف شو بقول لك وقوع ولينمه والبياحه والبدحه والكاب شو بقول لكم هاي عاد قصه عرس ربيت هاي ما لهم رمسه الا عن السلجان مرحبا ايش حالك كيفك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كيف انت؟ محمد بن غرير غير عادي غير عادي الحمد لله الحمد لله كيف انت؟ كلهم خير الحمد لله يا مرحبا بشوفك يقول هذا؟ منو؟ انا لو هو لا انت اقول لا اله الا الله محمد رسول الله جيتك اقول لك البحر امس ايه قالوا لي ما جيت انت ما بيناك انا جيت خلفاني على الله يحفظه ايوه هو الشباب ويا مستويا عندهم وقهويت وبغوني على العشاء بشير خلفان بالبحر عق علي هامور هامور كبر السلندر واحد مسمين اللون الارنجي لونه لونه برتقالي شفت انت هامور لونه برتقالي اورنج تعرف يلوه البرتقال الله الله يخلي لامك يا ابو محمد طول بعمرك ان شاء الله يا نادر زعل يا ابوك يا ربي دخيلك محمد غري خوز انا لا صور عداله حليل شو غادي عنفوز عدالك عنفوز من الكبار غادي لا اله الا الله يا الله يحفظك ان شاء الله يا زعل يسر امورك امور كل مسلم صورت انت لو بعد صورت زين بعد بعد وديتينا زين عرس انت لو بعد لا لا شو تريا ان شاء الله المرة الجاية المرة الجاية يا الله يحفظك ويبارك فيك الله ييسر امورك شايف الفاتح الله راح منهم الجماعة في الممشى ها مال المشرف ما شاء الله ممشى المشرف نافع أمة لا إله إلا الله كل هالعالم أبوي تسوي رياضة عليه شوف ما شاء الله ما شاء الله وأنت سائر حريم ورياي يا الله يا رب السامحني خفت حرمان النار يا الله يا رب ما حد يظهر من عيالي يعرفون اللي سياتي يفتنون علي روح اظهرك الله يهديها في الابع بناك حريم هذا تشوف ممشى كم مطوله ما ادري كم كيلو الحين نظام ابو ظبي على الله يحفظكم كل المدن كل قريه ولا كل مدينه ولا كل فريج ولا كل حاره مقيط منها ممشى من هالمماشي الممشيات او الممشى هالنمونه انا خبرني الشيخ خالد خالدي ايوه اي والله انا حيد عاد انت الموضوع اللي تكلمني عنه مال الفحوصات في لندن اي لا قلت يعني صار بعد في شيء لا والله
المال حصل طيب وسليم ما في اي شيء، لكن ليس من خلاص صار وضعي افضل. قلت اك ما في الا اطلب السياره صح اساس يعني شيلوني السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شغلنا اليوم. اللي يبى يترياني جايينكم ان شاء الله، اعطوني ساعة ضي. بالعافية اللي بياكلون. اول خبزة محروقة يقولون. بس ما تشوفها محروقة ما شاء الله تبارك الله. عيني عليك باردة. أشوف شو هذا؟ من وين هذا الحين؟ هذا حمبة. حمبة؟ ريال اسمه علي جمعة. علي جمعة؟ هذا قصة عويس. شو مكتوب؟ شو؟ العنصرية؟ المصرية عبر الأسواق العالمية. يا سلام، أيوة هاي شركة أبوي اللي تجيب. اعتقد مال فص عويس هذا تنيك سنتين. ايوه زين، شكرا يا علي جمعه، مشكور يا علي بن يمع الزعابي. هذا من عند علي جمع الزعابي. شكرا. ها شكرا. وانت شو هذا؟ بعد اعطوك بيزات. شكرا. والله انت ايه جاسم البشاشير فيهن، ما بكل حقك انت فلوس. لا ما في، انا ما في كلش بشكر. ها ايش يعني حقك انت؟ انت نفر واحد تشتغل في البيت؟ ايه. كلهم على عشر 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 عطهم. ها انا براسل جيب، انا ما في جيب. ما حد يعطيهم هاي. انت ليه تظهر خاري الحرامي؟ يلا. ما يباله كلام. عرفت وانا وين. اروم الله عليكم. أروم تنبى العين، العين ولا عين مخاطي. خلصت أبوي من المعاريس، وصلت البيت وصليت المغرب، ويلت ويا الأهل وهدربنا ورمسنا ولين هذا منا خلاف أبوي. عزمت وتوكلت على الله، سريت سرية العين عندي شغيل وبقضيه ان شاء الله باكر بيكون غداي في غضابين ان الله جعلنا من الحيين. شفتوا والله عليكم، ولا خبرت حد ولا شيء ابدا، وانا صاخ صخت وحده. هذا اللي خدم خدمته هو قاتل. هل يتختل؟ هذا يسمونه خدمه اللي يتختل. حاضر. يعلم الغايب ابويا العين. ابويا جوها ولايتي، جوها كانك يالس تحلم. هذا شارع خليفه وعدي بمسند غيانوس ما مشيت به ولا تمشي ضاري ابو كسنين الاولي في الوقت اللي خطف. هي اسميني ترترت في الترتير. الا دمبك ساير دمبك ياي، دمبك ساير دمبك ياي. اسميني قزرت وطفي. يا زينك يا العين ومبردك وما زين جوك. زادها ابويها زادهم هالعين زامين بعمارهم، ما بمن هين من جو بلادهم، من جو بقعتنهم فيها زامين بعمارهم. لا الله ابوي من يلومكم، لا الله من يلومكم. ولا ها فاتح الجامات ندوكم، اي اماره تروم تفتح الجامات. الجو اللي يقولون عنه يطول العمر، اليوم انا عشته. تعلم الله هل اني بعيش زياده 15 لو 17 يا غير اظني 19. هذا الجو اللي انا عايش منه الحين هذه كم ساعه هذا يزيد العمر. فانا اظني بيزيدني 19 سنه حسب هالخمس دقائق. الجو شو حتى ما باين علي اصير ارقد. هي في رقاطه عيونها متلاصقات باب ما رمى بالرج. ايش اسوي؟ الجو ما يتودر، الجو ما يتودر، الجو ما يتودر.
صبر جميل بالله المستعان. وحين بسير وبنطفن الحياب الله عليك حد بدر هالجو الغاوي. انا ما كنت ناوي اي العيد، ما ادري كيف عزمت واشتليت نص الليل والله. لو شي ابوي الا اني حين استسلم للواقع واسير ابوي الفندق واحط راسي ابوي وانطبل، ما شي ابوي غير الرقاد. ولا والله يا ابوك لو دريت ان الجو لهالدرجة بتعدل في العيد يني جيت يا ابوك من العصر ولا من عقب العرس، عقب ما اديت الواجب اني سيديت سرت البيت الى استسحب الا سنابات ولا انزل الصور ونزل فيديوهات وشوف اقولكم امور. يا جماعة الخير الله كريم، يلا تصبحون على خير. اليوم اللعب ما في سناب. تو اليوم في سناب لو ما شيء سناب؟ اليوم الا اليوم ما في سناب. اليوم ما في سناب. ما في سناب. اليوم شو يوم اللا؟ اليوم لا. هي ليش؟ كل يوم سو ما في فايدة بابا تعبان. هي سناب ما في زي كل يوم. كل يوم زي طالع هني خلني أنا أشوفك وين أنت يعني الحين. اليوم في سناب ولا ما في سناب؟ اليوم ما في سناب. ليش؟ أنا في تعبان سوغل كل يوم سوغل. هي ما في فايدة كل يوم سناب. نفرات عندهم شغل. كل يوم يا رك الله يا رك الله يا متو يا رك الله. شكرا يا متو. يلا برايك سر. ثانك يو متو. لا ترى بعد شوي روح كذا ما فيني. لا بتغدى ابو ظبي. بارك الله فيك يا متو. بعدين راس مكبط. زين ثانك يو متو. يلا سر بسرعه اركب. اركب